هناك نظام متكامل الله سبحانه وتعالى أرسله وأنزله؟ الجواب نعم، هو نظام واحد من آدم عليه السلام إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. إن الدين عند الله الإسلام، لذا إذا تقول أديان إلهية هذا تعبير غلط أصلا، ماكو أديان إلهية، دين واحد، جميع الأنبياء كانوا على ذلك الدين. ليش؟ لأنه الدين شنو هو؟ الدين متكون من ثلاثة أشياء. أولا العقيدة، زين، من آدم إلى الرسول صلى الله عليه وآله العقيدة كانت تختلف؟ يعني آدم مثلا كان يقول الله اثنين مثلا؟ لا، العقيدة في الله سبحانه وتعالى وفي النبوات وفي المعاد عقيدة واحدة. فجميع الأنبياء والرسل كانوا يأمرون الناس ويرشدونهم إلى عبادة الله وإلى الاعتقاد بجميع الأنبياء وإلى الاعتقاد بالمعاد. الأخلاقيات الركن الثاني في الدين تتغير، يعني مثلا الخيانة كانت زينة الآن مو زينة، أو في شريعة من الشرائع نبي من الأنبياء يقول مثلا الكذب زين، النبي آخر أجي يقول كذب مو زين، ماكو هذا الشيء. في جميع الشرائع وكلام جميع الأنبياء الدعوة إلى فضائل الأخلاق والنهي عن الرذائل، ماكو فرق من هذه الجهة. ثالثا أصول الأعمال، أصول الأعمال أيضا ماكو فرق بين الأنبياء، يعني عبادة الله سبحانه وتعالى جميع الأنبياء كانوا يأمرون بها، الصلاة جميع الأنبياء يأمرون بها، الزكاة جميع الأنبياء كانوا يأمرون بها، وهكذا الخمر جميع الأنبياء كانوا يحرمونها، الفواحش جميع الأنبياء كانوا يحرمونها. ففي أصول الأعمال هم ماكو فرق، إنما الفرق في بعض الأحكام الجزئية، بعض الكيفيات، يعني مثلا صومنا إحنا بهذه الكيفية الخاصة المعروفة، لكن في الأمم السابقة كان الصوم يختلف، يعني إحنا نمسك عن الأكل والشرب مثلا وسائر المفطرات، هو يمسك عن الكلام أيضا، إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. الاختلاف في بعض الأحكام، الصلاة مثلا بهذه الكيفية اللي احنا نصليها ما كانت موجودة في الشرائع السابقة بكيفيات أخرى، مثلا الركوع ما كان في الشرائع السابقة، هذا خاص بالشريعة الإسلامية.